وحول بيان هيئة علماء المسلمين بشأن الاعتقالات، ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان نائب مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين الدكتور أيمن العاني. أهلا ومرحبا بك دكتور. بداية، في بيانكم قلتم أن القوات الحكومية اعتقل 800 شخص خلال شهر تشرين الأول الماضي فقط. كيف تنظرون لهذه الأعداد من الاعتقالات، لا سيما وأن القوات الحكومية تقول إن الموقوفين متهمون بالإرهاب؟ تحية لك أخي وللمشاهدين الكرام. حياك الله. الحقيقة يعني إحصائيات القسم خلال العام الحالي، منذ مطلع العام الحالي، هناك أكثر من 7000 شخص أغلبهم متهمون بالإرهاب حسب المصادر الحكومية، حسب بيانات وزارتي الداخلية والدفاع الحالية. ومن خلال التجربة فإن هذه الأعداد ستضاف على مئات الآلاف من المعتقلين الأبرياء، لا سيما عندنا يعني هناك الشبكة العراقية للصحافة الاستقصائية أكدت اعتقال أكثر من 300,000 شاب عربي سني بريء ثبتت براءتهم، إلا أنه لم يتم إطلاق سراحهم. نعم. وبالنظر إلى ملف هؤلاء المعتقلين تجد أنه 90% من عندهم من العرب السنة، وهذا يعود بنا إلى السياسة الطائفية المسيطرة على عقلية المتحكمين بالعراق اليوم. نعم. طيب، في نفس الفترة من الشهر الماضي ذكرتم أن القوات الحكومية قتلت 16 شخصا آخرين، كيف ترى ازدياد عمليات القتل خارج القانون والتي ترتكبها القوات الحكومية، وإلى ما ترجعون هذا التصرف؟ تمام. هذه أخي يعني نعود هنا نطالع تفاصيل الحملات، تجد الأماكن والمدن التي جرت فيها عمليات القتل خارج القانون هذه التي ذكرت. نعم. تجدها تركز في محافظات ديالى ونينوى والأنبار ومناطق كمال البابل. هذه أيضا تعود بنا إلى أنه الضحايا من أبناء تلك الأماكن، وبالملخص يخلص الموضوع إلى أنهم عرب سنة، والتهم جاهزة، ويعني هناك طبعا سهولة في كيل الاتهامات، ويجري تصفية الضحايا ميدانيا دون النظر لا توزيع تهم إليهم، ولا يقدمون إلى محاكمات، كلها عمليات قتل ميدانية ارتجالية تقوم بها عناصر ميليشياوية، وبالتالي لدينا هنا عشرات الحالات من القتل خارج القانون. هذا حسب المعلن بالبيانات الرسمية، وما خفي أعظم. طبعا التقرير تحدث عن أن محافظتي بغداد وبابل تصدرتا الترتيب على التوالي، برأيكم ما تفسيركم لاستهداف هاتين المحافظتين بشكل كبير من قبل القوات الحكومية؟ أخي الكريم، هي هذه المأساة ضمن يعني من صورة أوسع لمأساة يعيشها العراقيون منذ 2003 إلى تجد أنه هناك حملات اعتقال تعسفية. نعم. تجد أن هناك جرائم تصفية وجرائم واغتيالات وقتل خارج القانون، هذا كله يترافق مع تهجير قسري لآلاف العائلات، مع تهديد للأهالي في هذا المكان أو ذاك، وسرقة الممتلكات ومصادرة الأراضي في سبيل تنفيذ مخططات خارجية تسعى إلى إفراغ مناطق معينة وإحلال سكان من مناطق أخرى فيها. هذا يعني كله يجب أن يقرأ قراءة واحدة. هنا لا نتكلم فقط اعتقالات، لا نتكلم فقط تهجير قسري، لا نتكلم فقط اغتيالات وحالات قتل، كلها بالمجمل تعطينا هذه النتيجة مع الأسف. أخيرا، إذا كان العبادي قد أعلن الانتصار على ما يسمى الإرهاب، إذا ما الداعي لكل هذه الاعتقالات والاغتيالات؟
أخي الكريم، الحكومة لا تحتاج إلى ذريعة لاستهداف المكون العربي. بدراسة أولية لحالة حقوق الإنسان في العراق منذ 2003 وحتى اليوم، تجد بسهولة أن أغلب الضحايا ضحايا الانتهاكات من العرب السنه. طبعا يلوهم الطائفه المسيحيه وبقيه الاقليات غير المسلمه في البلاد. هذا كله ضمن سياسه تنتهجها الحكومات الاحتلال المتعاقبه لافراغ البلاد، لتفريغ البلاد من جميع مكونات المجتمع العراقي المعروفه والتي لديها ثقل كبير، والواقع حقيقة يعضد ما أقول مع ذلك الشيء. نعم. يعني هذا هو المناطق المستهدفة بالمجمل ذات أغلبية سنية. الضحايا تجد 90% من الموقوفين الأبرياء الذين على العيوب الكبرى التي تشوب منظومة العدالة في العراق، تم القرار بأن هؤلاء يطلق سراحهم. هؤلاء لا ذنب لهم. ما المبرر أنه الحكومة تحتفظ بهم وتمنع إطلاق سراحهم؟ نعم. نائب مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين الدكتور أيمن العاني، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.